هكذا متابعينا مستمعين الكرام تواصلنا مستمر صوت ينتهي وصوت ينطلق. تابعنا الشوط الماضي الشوط الذي انتهى قبل قليل شوط سمحة من تسمحت امورها نقدم التهنئة سلطان من غدير من عديد وكتبوا على فوز سمحة تسجيلها 4:28. نذكركم بالتوقيت الافضل في هذا الصباح ليال تحت اقدام اللي هو الاسد احمد بن سعيد بن عايد الاكتبي سجل معانا في الشوط الخامس 4:24 نتقدم ونسير مع الشوط العاشر في مجموعة الاشواط في سباق هذا الصباح. والشوط العاشر يحمل بكشوفات القعدان الحقايد اتقدم على مقدمتي هذا الشوط اتقدم مع شعار العمومي يتقدم المشاركين هذا هولان شعار حمدان بن محمد بن خليفة العميمي على ظهر ربيان المركز الثاني متواجد الان مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ هذا هو عاشق سلالة مياس المركز الثالث وصول مع المركز الثالث من قبل المبدع محمد بن علي بن حمد الشامسي المركز الرابع متواجد هنا المركز الرابع اللي هو سوبر احمد بن معيوب الكدش العامري المركز الخامس تدخل من الجهه الاخرى والدخول مع المركز الخامس اللي هو طايش طالب بالسلطان بن محمد الشامسي المركز السادس هناك المركز السادس من الغبر الان اللي هو زمزيم زميم اسروب عبد الله بن محمد بن 70 المحرمي والمركز السابع تدخل الان شوف المركز السابع اللي على رقم 23 متعب حمود بن حميد بن محمد القديني المركز الثامن هذا هو الغزال مبارك بن عبد الله بن حمزي الشامسي والغدوم من غبل بن طولش وصل اللي هو الفارس هلال بن درويش بن عاطف المزروعي والمركز العاشر هذا هو مجد محمد بن غفار بن عرفي الحميري نتقدم على مقدمتي هذا الشوط نتقدم مع الكيلو المتر الاخير كيلو الامتحان يا راعي ظبيان وانت في شوط القعدان حمدان بن محمد بن خليفة بن خليفة العميمي عصاف الابطال يقود شوط القعدان ولكن طايش بدا يطوش طايش يا طايش يا طايش يقدم طالب بالسلطان بن محمد الشامسي يقدم لنا طايش طايش يا طايش مع المركز الثاني المركز الثالث وصلت الاسماء اخرنا شويه بالشاط خلونا نشوف الثالث هذا هو اللي وصل بهذا الشوط شاهين سلطان بن علي سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري يطمح ابو علي بتسجيل الهاتريك يطمح بتسجيل الهاتريك والمركز الرابع متواجد هنا اللي هو صوبر احمد بن عيوف بالخدش العامري المركز الخامس محمد بن غفون بالعرس الحميري مع وجود مجد ولكن بسيرني مع الكوكب الثلاثية المثلث الذهبي الله طايش 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 يا طايش يا طايش على مقدمة هذا الشوط طايش السيد طالب بن سلطان بن محمد الشامسي بن محمد الشامسي مع اللحظات الأخيرة وبنقول خلاص خلاص يا راعي طايش هذه لحظات الوصول المركز الثاني اللي ما قصر ما شاء الله اللي هو شاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري يحتل المركز الثاني المركز الثالث قدوما من قبل الفارس هلال بن درويش بن عاطف المركز الثالث كم رقمه؟ ظبيان السيد
حمدابر محمد العميمي المركز الرابع، رقم 6 وصل فيلان.